لا تتوقف التصريحات والتقارير الغربية المقرة بتطور القدرات اليمنية والقدرة على مواصلة شن العمليات في المسرح البحري. في هذا السياق ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن قدرات اليمن تتحدى التطور الغربي، وهي قادرة على الاستمرار لأشهر قادمة في فرض حصار بحري رغم القدرات الأمريكية المكلفة بوجهها. مسؤول غربي أكد للوكالة أن لدى القوات اليمنية القدرة على مواصلة شن الهجمات البحرية بوتيرة قريبة من الوتيرة الحالية لعدة أشهر قادمة، فيما لم تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من وقف الهجمات البحرية اليمنية، وذلك رغم المعدات باهظة الثمن التي خصصتها للمهمة البحرية. الوكالة شددت على أن نجاح اليمنيين في إحباط أكثر الجيوش تطوراً في العالم هو أحدث انتكاسة لواشنطن، ونقلت عن قائد حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور مارك ميغاز إشارته إلى أن ترسانة الصواريخ في اليمن هي بمثابة ثقب أسود للاستخبارات الأمريكية. كما نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن بلاده تقف على الجانب الخطأ من منحنى التكلفة في حملتها العسكرية على اليمن، مشيرا إلى أنه رغم قدرة واشنطن على تحمل التكاليف فإنها أصبحت باهظة الثمن. وفي سياق النجاح اليمني في تحدي القدرات الغربية وإخضاعها، ذهبت صحيفة The Times of Israel الصهيونية إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها فشلوا في ردع القوات اليمنية، وذلك على الرغم من بذل قصارى جهدها، وأضافت أن الحملة الأمريكية لتفويض القدرات العسكرية في اليمن ليست باهظة الثمن فحسب، بل هي غير عملية أيضاً، لناحية أنها تتطلب صواريخ بملايين الدولارات لتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية الرخيصة التكلفة. هذا وتتواصل تقارير صهيونية تعكس السخط الإسرائيلي من غياب فاعلية الحملة الأمريكية البريطانية ضد اليمن وقدراته العسكرية من جهة، ومن أخرى تجاه الارتفاع المستمر في أسعار البضائع والنقص المتزايد في الأسواق، وعلى رأسها القطع الكهربائية تحت تأثير الحصار الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على السفن المتجهة لموانئ العدو المحتلة.